أعزائي المشاهدين، كل التهاني للشعب المصري والرئيسنا الغالي والجيشنا وشرطتنا، وكل عام وأنتم بألف خير. مع أمالي أن يكون هذا العام عام خير وبناء وتماسك يسود الاستقرار والرخاء والسلام في مصر وكل العالم، وكل عام وأنتم بخير. عنوان حلقتنا الليلة: كتلة ستات وشباب قد التحدي. ايوه، احنا معانا فيديو هنتفرج عليه وبعدين نواصل بعد كده. ان مصر قادره دائما على انجاب العظماء والعلماء ورائدات الاعمال الخيريه، فليس بغريب على من انجبت كليوباترا وهدى شعراوي وصفيه زغلول ان تنجب السيده النائبه ميس عطوة. ميس أحمد عطوة عبد الحميد، أم المصريين أو ماما ميسة كما يلقبها الجميع، ولدت في إبريل عام 1960 في محافظة بني سويف، حيث عاشت طفولتها وتدرجت في المراحل التعليمية المختلفة حتى حصلت على بكالوريوس التجارة. هي زوجة وأم لثلاث سيدات وشاب، ولها منهم ثمانية أحفاد، ولكن الحقيقة أنها أم لكل من يعرفها، فتغمر الجميع بالحب والدعم الدائم. بدأت حياتها العملية في سن مبكر، حيث عملت بالبنك الزراعي المصري في عام 1982 بمحافظة بني سويف في إدارة نظم المعلومات. خلقت في العمل روح من الحب والتعاون والإيثار بين كل العاملين، مما دعا إلى اختيارها لنقابة العاملين بالبنك بإجماع تام. تم اختيارها عضو لجنة المرأة بالنقابة العامة للبنوك، وانتقلت بعد ذلك وأسرتها للعمل في القاهرة بالبنك الرئيسي عام 2004. وفي عام 2006 فازت في انتخابات نقابة العاملين بالبنك الرئيسي، كما أصبحت عضو لجنة المرأة بالنقابة العامة للبنوك، ثم عضو مجلس نقابة عامة بانتخابات بين البنوك وشركات التأمين، ثم أصبحت أمينة المرأة وأمين عام مساعد النقابة العامة للبنوك، ثم أمين عام. كان للسيدة ميسة مشاركة فعالة في حضور العديد من الندوات والمؤتمرات داخل مصر وفي المحافل العربية والدولية، ونالت العديد من الجوائز والتكريمات. وكانت ميسة عطوة عضواً بارزاً من ضمن وفود مصر التي سافرت عقب ثورة 30 يونيو في جولات مكوكية لنقل الصورة الحقيقية للثورة بالوثائق والمستندات، لإثبات أنها ثورة شعب مع رفع شعار تحيا مصر فخراً واعتزازاً. وفي عام 2015 تم اختيارها للبرلمان المصري عن قائمة في حب مصر مستقل عمال، فأصبحت عضو مجلس نواب ووكيل أول لجنة القوى العاملة. وتقدمت على مدار أدوار الانعقاد الخمس بأكثر من 98 أداة رقابية وتشريعية و48 مشروع قانون شاركت في إعدادها ومناقشتها، و50 أداة رقابية. ميسة عطوة، تفضلي. المرأة اللي هي أنا بعتبرها مش نص المجتمع، هي المجتمع كله، هي اللي بتربي وهي الأخت وهي الأم وهي الزوجة. المرأة محتاجة مننا كتير، والمجلس القومي للمرأة الحقيقة محتاج رعاية كاملة، لأنه يقوم بدور قوي جدا في الفترة الأخيرة بقيادة واعية شابة تحتوي كل القيادات المرأة على مستوى الجمهورية. كما تقلدت رئاسة لجنة المرأة باتحاد نقابات عمال مصر بالانتخاب، وأصبحت أيضا أمينة المرأة لمنظمة العمل العربية ونقابات حوض النيل. من خلال برنامجكم بقول إن أنا أقبل هذا القانون بعد ما عملنا التعديلات اللازمة والمتاحة لإمكانيات البلد، ولكن في نفس الوقت عملنا كل ما هو يرضي عمالنا في مصر. ومن هنا بدأت رحلة جديدة من العمل والعطاء، فقامت بإنشاء جمعية الأصدقاء المتحدين، ثم تأسيس كتلة ستات وشباب قد التحدي في يناير عام 2019 من عمال وشباب وسيدات وطلائع مصر الوطنيين. والهدف من الكتلة هو العمل الخدمي والتطوعي والتوعية والتأهيل ورعاية أسر الشهداء والمصابين وذوي الهمم،
وكل ذلك يتم بالجهود الذاتية. تعالوا وزوروا بهية، هتشوفوا الدعم النفسي اللي على حق ربنا. شكرا ليك يا بهية، وشكرا لإدارة بهية. حيث قدموا أعمالا خيرية ومشاركات وطنية كثيرة، منها تجهيز غرف ومساعدات لمستشفيات ودور المسنين وملاجئ الأيتام، ومساعدة المحتاجين من الأسر المتعففة والمقبلين على الزواج، ومشاركة الدولة في الانتخابات والقضايا الوطنية. وفي عام واحد لمع اسم كتلة ستات وشباب قد التحدي لما قامت به من دور فعال على أرض الواقع في العمل الوطني والخير. النهاردة كانت رسالتنا قوية جدا من كل عاملات مصر، من كل محافظات مصر، بتقول ان احنا قد التحدي وان احنا بايدينا هنوعيها وهنشارك وبكثافة في الانتخابات القادمة ان شاء الله. ولا تزال السيدة ميسى عطوة تثري العمل البرلماني والوطني، فعطاؤها لا ينضب واعمالها لا تنتهي، وتظل مثلا يحتذى به لكل امرأة مصرية وطنية. مصرية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، تشع طاقة وتفيد عطاء على كل من حولها. استطاعت في بعض سنوات الماضية إحداث أثر اجتماعي وثقافي وإنساني بالغ الأهمية. ضيفتنا اليوم تتميز بكل صفات الإنسانية، هذا بشهادة الكل، فقد شاركت في العديد من المبادرات والأعمال والمناسبات الخيرية والإنسانية من خلال كتلة ستات وشباب قد التحدي، اللي حضرتها بترقص مجلس ادارتها. اهلا وسهلا حضرتك، اهلا منورانا، تحيه لماما ميسى كما تحب ان كل بينادلها ماما ميسى، واحنا بنحس ان حضرتك مامتنا فعلا يعني. ماما ميسى وكيل اول لجنه القوى العامله بمجلس النواب برلمان 2015، وايضا فائزه في القائمه الوطنيه من اجل مصر 2021، وهي ايضا رئيسه كتله ستات وشباب قد التحدي. ماما ميسى تلك المراه التي لن ينساها التاريخ ابدا، لانها صنعت لنفسها خطا مستقيم ما زالت تسير عليه بخطى ثابته. اهلا وسهلا بك يا ماما ميسى، منورانا. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه ومصر بخير. ونرحب معانا الاستاذ عصام عبد السيد نائب رئيس كتله ستات وشباب قد التحدي. اهلا وسهلا، ونرحب نائب اول. اوكي، اه دي اهم حاجه، نائب اول. ايوه اهلا وسهلا، منورينا. ونرحب بالاستاذه كريمه ابراهيم والده الشهيد الرائد محمد احمد غنيم، اهلا وسهلا بحضرتك، مسؤوله لجنه رعايه اسر الشهداء بالكتله. والاستاذ المهندس نجم الاعلانات الاستاذ سمير عساف، مستشار رئيس الكتله لشؤون العضويه، اهلا وسهلا بحضرتك. والاستاذه رضا عفيفي رئيس لجنه الطلائع. مساء الجمال على كل ضيوفنا الاعزاء، وكل سنه ومصرنا الغاليه وكل المصريين بالف خير وبصحه وسلام. استاذ مصطفى، الاستاذ مصطفى يوني، فنان الكتله، مستشار رئيس الكتله، مستشار رئيس الكتله، اهلا وسهلا بحضرتك، نورنا. نبتدي منين الحكايه ماما ميسى؟ نبتدي من الحكايه، من ان الحكايه حكايه وطن. انا نقابيه اكتر من 27 سنه، وربنا ما وفقنيش ان انا ادخل النقابه تاني، فاولادي واخواتي واصحابي في النقابات قالوا لي احنا عايزين نستمر في العمل معاكي. يا جماعه انتوا خلاص ليكوا ناس هم اللي هيشتغلوا معاكوا. معلش قطعت كلام حضرتك، احنا كلنا عايزين نستمر في العمل مع حضرتك. حبيبتي ما انت معايا برضه. حبيبتي ربنا يخليك. استمريت معاهم، بس استمريت بشكل مختلف بقى. يعني كان الشكل الاول نقابي عمالي فقط. النهاردة احنا كتلة ستات وشباب قد التحدي، كل توجهنا تنفيذ مبادرات سيادة الرئيس. ثلاث سنين احنا في ثالث سنة دلوقتي الحمد لله، في اكتر من 7-8 محافظات لغاية دلوقتي، بنشتغل على اهداف جميلة قوي وكلها بجهود ذاتية. تعليم، تدريب،
تثقيف، رعاية طبية، رعاية اجتماعية، كل ما يخطر على بالك رعاية المرأة المعيلة. عندي لجان شغالة كلها كده على نمط واحد بس، إن الحكاية معانا حكاية وطن. حكاية وطن فعلا، كتلة ستات وشباب قد التحدي. أنا أستاذ عصام، إيه هي بقى عدد لجان الكتلة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، اسمحي لي الأول إن احنا نقول كل سنة وشعب مصر طيب، وكل سنة وسيادة الرئيس بخير. رئيسنا الغالي علينا كلنا طيب. طبعا عندنا كتلة ستات وشباب أدي التحدي تقريبا 18 20 لجنة تقريبا، دي عدد اللجان. وإذا طبعا أحب أقول اللجان، طبعا أي منظومة بتبدأ إنها كمشروع يبدأ فلازم تحط اساسيات ان انا هنجح ان شاء الله، فبالتالي تبدا تحط الاسس بتاعتها، والاسس بتاعتنا هي عباره عن اللجان بتاعتها. فاول حاجه عملناها وهي لجنه الاعلام، علشان الاعلام والعلاقات العامه علشان ننشر معرفتنا بالناس، دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا محتاجين العضويه، فانشانا لجنه العضويه. بعد ما عملنا لجنه عضويه، شيء طبيعي اي مؤسسه لازم يبقى فيها برضو اداره للازمات، فعملنا لجنه اداره الازمات. بعد كده بدانا نفكر طب يعني ايه اللي احنا هنعمله تاني، فبدانا ان احنا اول حاجه نعملها بعد كده بقى تنظيما للشباب اللي معانا او المجموعه اللي معانا اللي هي الاعضاء، عملنا لجنه اسمها لجنه الطلائع. لجنه الطلائع طبعا الاستاذه بتتكلم عنها، لكن هي خاصه بالاطفال تقريبا من 6 ل 15 سنه. بعد كده بدانا بلجنه الشباب ترتيبا، وبرضو كان الكلام عن لجنه الشباب لو حبيتي. بعد كده بدانا زي ما الرئيسه قالت مبادرات الرئيس، ان احنا بنمشي برضو على زي ما الوطن عايز. الوطن النهارده بيكرم المراه، فبدانا نعمل لجنه المراه. بعد كده طبعا لازم يبقى عندنا برضو لجنه اسمها لجنه التدريب والتثقيف عشان تدرب اللجان دي. طبعا عندنا دكتور محمود ماسك اللجنه دي، راجل تنموي وراجل بيفيدنا في المجالات دي في التثقيف والتدريب. بعد كده اخترنا او عملنا لجنه بمناسبه ان الرئيسه في البرلمان ووكيل مجلس لجنه القوى العامله، عملنا لجنه العمال باعتبار برضو انها حضرتها يعني مسؤوله عن العمال في جمهوريه مصر العربيه، فعملنا لجنه اسمها لجنه العمال. بعد كده دخلنا على برضو الرئيس النهارده زي ما احنا بتشوف بيرعى اسر الشهداء، فعملنا لجنه اسمها لجنه رعايه الشهداء. نخش برضو في لجنه حقوق الانسان، في لجنه برضو حقوق الشكاوي. لا ما انا لسه برضو عندنا لجنه جميله جدا جدا اللي هي العلاقات الانسانيه، اللي هي بتزور يعني دار الايتام والجمعيات الخيريه وكده بنزورهم والحمد لله. عندنا برضو لجنه تقريبا يعني بعد ده كله عندنا لجنه الشباب انا قلتها. في لجنه بقى اللي تهمنا في ده كله بعد ده كله، في لجنه التقييم والمتابعه علشان تبدا تتابع الاعمال اللي احنا بنعملها او اللجان اللي احنا بنعملها، وبتكتب تقاريرها وبتديها للسيده الرئيسه على حسب اجتماع كل لجنه شهريه. دي تقريبا اللجان، واعتقد اذا كنت نسيت ولا حاجه لجنه ولا حاجه ف ايه بقى الاهداف اللي بتسعى ليها كتله الكتله اللي هي كتله ستات وشباب قد التحدي؟ برضو هقول ان كل منظومه ولها هدفها، علشان تبدا تنجح فلازم يبقى ليها اهداف. وحضرتك لو بصيتي من الاهداف بتاعتنا هناخدها من اللجان بتاعتنا، يعني مثلا ما اجي اقول النهارده لجنه الطفل يبقى لازم اهتم بالطفل كتنميه كتوعيه. قبل ما اتكلم لازم اقول ان يعني ملخصها في ثلاث كلمات، ان احنا الكتله بتاعتنا اهدافها تنمويه اجتماعيه ثقافيه، وممكن نضيف رياضيه والكلام ده كله. لما اجي اتكلم على اسر الشهداء، احنا بنرعى الشهداء، فدي برضو من اهدافنا مراعاه اسر الشهداء. ان احنا ككتلتنا انها بتنظم برضو لقاءات مع بعض
الأجهزة الحكومية والخاصة زي دار الأيتام، زي المجتمعات عموما يعني الاجتماعية، اللجان الاجتماعية، بنجتمع معاهم يعني بنتناول الخبرات بيننا وبين بعض، يعني بين الجامعات الأخرى وبين كتلتنا. طبعا لو كلمت في لجنة الصحة، أنا نسيت أقولها برضك نضيفها برضك. لجنة الصحة دي الاهتمام النهارده بالمواطنين، الرئيسه بتعمل يعني شهر تقريبا عملنا 4-5 قوافل طبيه، فدي برضك من ضمن اهدافنا مراعاه المرضى من المجتمع. يعني لجنه المشروعات ولجنه المشروعات لجنه التنميه والمشروعات الصغيره، دي لجنه برضك جميله، فدي جميله جدا طبعا. يعني برضك عملت مشروعات صغيره كتير جدا، دي تقريبا اهداف كتلتنا. ماما ميسه، ايه الدور اللي ممكن تقوم بيه الكتله في يعني في الاوبئه اللي احنا فيها دي؟ احنا فعلا قمنا بدور الحمد لله في المواجهه اللي احنا فيها في جائحه كورونا دي، الحمد لله لا بفضل الله والناس اللي واقفه جنبنا واعضاء الكتله كلهم، قمنا بدور الحمد لله لغايه دلوقتي ولسه مستمرين. زرنا 5 مستشفيات لغايه النهارده، رحنا بني سويف مستشفى الفشل الكلوي، جبنا لهم سراير واجهزه، اجهزه فشل كلوي وحضانات، اكثر من 20 حضانه جايبينها لهم. مستشفى المنيره احتاجت في الجائحه دي، واحنا قاعدين النهارده وبصيت لقيت الدنيا يعني تكدس غير طبيعي في المستشفى، كان واجب عليا ان انا اتحرك. رحنا جبنا أبرولات وجبنا أجهزة وجبنا لهم جهاز، هم كانوا بيحلموا سنين طويلة. قال لي كلمة جميلة قوي الدكتور كريم مدير المستشفى، قال لي انت حققت لنا حلم عشناه أكتر من 20 سنة، جهاز وسرير للعمليات للأوزان الثقيلة ومستلزمات طبية يعني لمواجهة الجائحة والكلام ده. رحنا مستشفى أم المصريين، رحنا مستشفى الصدر، رحنا معهد القلب. الحمد لله تحركنا في الجائحة دي أثبت لي إن إحنا فعلا قد التحدي. إحنا طبعا بنحييكي قوي على اللي أنت بتعمليه وكتر ألف خيرك. بلدنا تستاهل إن إحنا كلنا لازم نعمل. نطلع فاصل نرجع لكم. بهية مستشفى بهية. يا كل أعضاء كتلة ستات وشباب قد التحدي، إحنا مش مجرد كتلة، إحنا ناس حبت تساعد وبجهود ذاتية الحمد لله أسعدنا ناس كتير ولسه مكملين. كل واحد فينا كان ليه دور، عشان كده النهاردة كان لازم نقول لكل واحد فيكم شكرا. من حق الكل يعيش في سعادة وخير، خدمات توعية وثقافية دايما بنساعد الغير، ملناش أطمع وميول سياسية اللي مجمعنا الخير. أبو الريش مستشفى الناس وكمان أطفال 57، نص المجتمع الست زي ما الرئيس يوم قال، في بهية بجهود ذاتية قدرنا نعمل غرفتين، توصيل مياه وفرشنا مساجد ياما جوزنا بنات، وصنعنا البسمة فرحنا لكو وساعدنا الغارمات. سقفة أحلى سقفة للكتلة بجد أحلى سقفة، رجالة في ظهر بعض واقفة عالخير بس متجمعين، وسلام مليون تحية لجنة أعلام دي مية مية، وعلاقاتنا العامة مية مية ولجنة المبدعين واللجنة الصحية الشباب ومتابعة وإدارية والمقترحات والشكاوي، وعلى راسهم ام الشهيد من قبلي اهو بحري، مسؤولين منضبطه اهو دغري من الجيزه لحد
اسكندرية قليوبية ومنيا كمان. شكرا لكم شكرا، انتوا قلوبكم دي صافية جدا. عالخير والفرحة بنتجمع على طول، ويا رب ادينا العمر ونعمل الخير سوا على طول. سنة حلوة يا أجمل كتلة يا أجمل عيلة وأطيب ناس، دايما حيوية نشط وأحباب ونساعد كل الناس. وسقفة أحلى سقفة للكتلة بجد أحلى سقفة، رجالة في ظهر بعض واقفة عالخير بس متجمع. يا كل أعضاء كتلة ستات وشباب قد التحدي. أستاذة كريمة والدة الشهيد الرائد محمد أحمد غنيم، عملتي إيه في لجنة رعاية أسر الشهداء وهتعملي إيه في الفترة المقبلة؟ وحضرتك طيبة وبألف خير. وعلى أسر الشهداء جميعا كل سنة هم طيبين. يعني أنا عايزة أقول لحضرتك إن أنا كان نفسي إن أنا أعمل حاجة كبيرة قوي، ويعني كان نفسي أعمل حاجة تجمع كل أسر الشهداء مع بعض عشان إحنا يبقى في تواصل بيننا وبين بعض. ففعلا أنا لقيت ده في الكتلة. أول ما بدأت إن أنا أتعرف على سيادة النائبة ميس عطوة، الأم لينا والأخت الكبيرة وكل حاجة معانا بصراحة، ماما ماما ميسة. كلنا بنقول ماما ميسة طبعا. أول ما عملنا الكتلة، وطبعا أول ما قسمت اللجان زي الأستاذ عصام ما قال، عملت لجنة لأسر الشهداء وقالت لي أنت رئيسة اللجنة اشتغلي واللي أنت عايزاه. ففعلا إن أنا بدأت إن أنا أعمل إيه. الأول جمعت طبعا في اللجنة، جمعت بعض أسر الشهداء واشتغلنا على الدعم النفسي، وكان برضو عندنا في ندوات بنعملها وتوعية وحاجات كتير جدا بنعملها. من ضمن الحاجات دي في تكريمات طبعا لأسر الشهداء في المناسبات زي احتفالات 6 أكتوبر، زي عيد الشرطة في 25 يناير، زي في يوم الشهيد 9 مارس، وفي عيد الأم بنعمل كل التكريمات والاحتفالات دي. حتى يعني لما حصل موضوع كورونا السنة اللي فاتت أو الفترة اللي فاتت دي، كان عندنا تكريمات وما قدرناش طبعا نعمل حفلات. بدأنا إن إحنا نكرم الناس ونروح لها بيوتها. الشباب بتوع الكتلة عندنا بدأوا يروحوا بالتكريمات للناس لحد بيوتها، الأسر الشهداء. فطبعا دي كانت حاجة جميلة. أيوة. وزي ما دايما بقول إن والدة الشهيد أو زوجة الشهيد مش محتاجة غير الطبطبة، فده اللي بتلاقيه عندنا في الكتلة. أنا هنتهز الفرصة ديت وأقول لجايدة وجميلة أولاد الشهيد العقيد أحمد جاج جميل كل سنة وانتم طيبين وبألف خير، ويا رب أشوفكم أحسن ناس في الدنيا وكل أولاد الشهداء إن شاء الله. فطبعاً الجديد إن شاء الله اللي أنا عايزة أعمله، عايزة أكتر وعايزة أوصل لكل أسرة شهيد في مصر، لأن أنا طبعاً معرفهمش كلهم، بس إن شاء الله يعني هحاول أتواصل معهم. وبعدين على فكرة إحنا تكريماتنا مش في القاهرة بس، إحنا تكريماتنا على مستوى المحافظات كلها وبنوصل ليهم. فان شاء الله باذن الله هعمل كده، وهحاول اتواصل مع كل اسره شهيد، لان دي حاجه جميله طبعا سواء اب او ام او زوجة او ابناء. ان شاء الله هنعمل كده باذن الله في الكتلة. وبعدين نفسي في حاجه اعملها بصراحه، ان انا اتواصل لجميع المدارس في الجمهوريه، ان انا احاول ان انا ادخل المدارس. عايزين نوعي اولادنا الطلبه الشباب، نوعيهم نعرفهم يعني ايه وطن، نعرفهم يعني ايه انتماء للوطن دوت، نعرفهم يعني ايه مصر، نعرفهم هم يعني ازاي، يعني ايه يفهموا معنى كلمة شهيد. الشهيد ده عمل ايه عشانكم عشان انتوا تقعدوا في الاماكن دي. فاحنا نفسنا نتواصل في الحاجات دي، يعني بجد هتكون حاجة كبيرة جدا بالنسبة للطلبة سواء مدارس وجامعات كمان ان شاء الله. ففي الخطة الجاية باذن الله هنعمل كل ده، وباذن الله ده كله من الكتلة ومع ماما ميسة باذن الله ان شاء الله. استاذ سمير، ايه الجديد اللي بتسعى ليه الكتلة؟ والله اولا كل سنة طيبين وحضرتك طيب، وبمناسبة رأس السنة الجديدة، وتحية لكل شعب مصر وسيادة الرئيس ولكل الشهداء وكل ابناء مصر كلهم. يعني بصراحة انا بقالي سنة واحدة بس في الكتلة دي، ومن ساعة ما جيت مش عارف استريح، مش قادر اقعد. كل اللي مع ماما معالي لازم يشتغلوا، معالي النائبة ما عندهاش سقف
للطموحات ولا سقف للتحديات اللي جايه. لا خالص بقى. هي كل امنيتها انا واثق ان هي توصل لكل نجوع مصر وكل قرى مصر. صدقني لو كل النواب اشتغلوا كده مصر دي هتبقى جنه. انا دايما بقول لها كده والله. انا دايما بقول لها كده. دي حقيقه. بقول لها انا لو كل نواب مصر عملوا ربع اللي المعاليه بتعمله فعلا مش هتبقى البلد. بس انا اسفه ان انا هقطعكم. اتفضل. والله والله كل النواب في 2015 عملوا اللي عليهم وزياده. بس احنا مش كل الناس بتعلن. لا انا اعرف برضو اعرف استاذ مصطفى بكر واستاذ محمود بكري عملوا حاجات كتيره جدا. يعني عملوا انجازات في حلوان وفي كل وفي الصعيد حاجات جامده جدا برضو. يعني انا بصراحه من ساعه ما جيت وانا شفت انجازات رهيبه. مساعده المستشفيات وخصوصا في جائحه كورونا طبقا لمبادره السيد الرئيس. مصاريف مدارس طبقا لمبادره السيد الرئيس لمليون صحه لكل المصريين. القوافل المدارس غارمين كل حاجه انا شايفها بتعمل كل حاجه مش سايبه حاجه. يعني ان احنا يعني عايزين نستريح مش عارفين نستريح. ادي في راس السنه حتى في راس السنه شغال. اوجه شكر لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لانه انتخب من اسر الشهداء. ناس معايا من اسر الشهداء في البرلمان ودي حاجه جميله جدا. كلنا بنوجه له الف شكر طبعا واشكره جدا لان دي حاجه جميله قوي لاسر الشهداء قوي قوي. هم يعني على الاقل يعرفوا ايه مشاكل اسر الشهداء ويكونوا هم اللي حاسين بينا ويكونوا موجودين جوه البرلمان بالنسبه لينا احنا. شكرا لسياده الرئيس. هنقول سيسي يا رمز بلادي. سيسي يا عز بلادي رجعت امجاد اجدادي. ده حقيقه. دي حقيقه فعلا. طيب احنا دلوقتي هنقول استاذه رضا حضرتك مسؤوله لجنه الطلائع. عايزين نعرف ايه هي انشطه اللجنه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بوجه الشكر لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لان هو صراحه انقذنا وانقذ البلاد. فكل الشكر ليه وكل سنه وشعب مصر كله بخير وكتلتنا بخير وكل الناس بخير يا رب. انا كنت يعني انا بشرف بالعمل مع كتله الستات وشباب قد التحدي وده شرف ليا ومبسوطه جدا بهذا الشرف. وكمان ان انا اشتغل في لجنه الطلائع دي حاجه حلوه قوي بالنسبه لي. لجنه الطلائع مين اللي اختارك؟ من اجمل اللي مين اللي اختارك في اللجنه؟ ماما مايسه. لحنيتها. طيب معلش انا اسفه في اتصال الدكتوره صبوره السيد. الدكتوره صبوره مؤسس الكتله. دكتورة سبورة كل سنة وحضرتك طيبة. وانتو طيبين وكل سنة وانتو طيبين ويا رب كده عام جديد عليكم وعلى كل الحضور. كل سنة وانت طيبة يا أم المصريين. مبروك لحضرتك على الفوز في القائمة الوطنية. الكرنيه البرلمان بتاعها طالع كده أم المصريين بين قوسين. حبيبتي يبقى احنا عندنا اتنين أم المصريين. والله ضيوفنا كلهم بيرحبوا بحضرتك. مرحبا بك يا دكتور. حضرتك كل سنة وأنت طيبة. بأسرتي التانية كتلة ستات وشباب قد التحدي وبقول لهم إن أنا سعيدة إن أنا جزء منهم وهم كل جزء كبير في حياتي وان شاء الله دايما ربنا ينفع بينا المجتمع المصري باكمله. وبحيي حبيبتي واختي النائبه الغاليه ميسه عطوه. بمشي على رضا هانم وعلى الاستاذ عصام. وانا الحقيقه مش قدام التلفزيون بس انا كان مصطفى غششني من الحضور يعني. مساء الخير عليكم كلكم وعلى الاستاذه المذيعه المحترمه حبيبتي دكتوره صبوره. ربنا يخليك. الله يخلي حضرتك. عايزين نعرف حضرتك شعورك كان ايه لما اختاروا حضرتك في القائمه الوطنيه. حسيت بالمسؤوليه زياده شويه. حسيت اني اتمنى ان انا اكون قد الاختيار دوت واقدر اخدم الناس اللي وثقت فيا. جموع الشعب من وسط وجنوب وشمال الصعيد القايمه بتاعتنا يا رب يقدرني ان انا اكون قد المسؤوليه واقدر ان شاء الله. واسره حضرتك استقبلت الخبر ده ازاي؟
أكيد فرحت جدا طبعا للثقة الغالية، وفي نفس الوقت الشعور بالخوف من المسؤولية يعني مع بعض. والأسرة بقى؟ أنا الأسرة اتبسطوا. وحضرتك الدكتور سامي جوز حضرتك من أكبر الداعمين لحضرتك. طب فعلا الدكتور سامي هو الدعم الأساسي، ولو مش هو مش هبقى كده أبدا يعني. ربنا يحفظه يا رب يا دكتور. يا رب يخليكي ليا. ربنا يا رب. بنشكر حضرتك يا دكتوره وبنهنئك بالعمل الجديد، وكل سنه وحضرتك طيبه. عايزه اقول لك قبل ما تقفل الدكتوره صبوره، عايزه اقول ان الست دي هي كانت بعد ربنا سبحانه وتعالى السبب في ان احنا ناسس الكتله. الله. هي اللي فرشت لنا مقرنا، وهي اللي وقفت معانا لغايه ما وقفنا على رجلينا وقالت لنا يلا انطلقوا. هي ومعالي السفيرة سناء زايد. الله. جميلة. الست الرائعة العظيمة، بقول لهم ألف شكر. بنشكر السفيرة سناء زايد على كل حاجة بتعملها. والله. وصباح نشكر وصفاء والناس الجميلة دي كلها. نشكرك. احنا كمان بنشكرك لان احنا سمعنا على حبك. الحمد لله يا حبيبتي. يا سيادة النائبة وفكرك الجميل في انك انت تجمعي الصحبة الحلوة دي، وان احنا نقدر ننطلق في خدمة المجتمع. وبشكرك المصر. بشكرك بقى شكر خاص للهدية اللي اهدتينا بيها الست العظيمة بجد، مدام ايمان رأفت اللي مسكت لجنة. أيوة. المشروعات اللي عملت في اقل من شهرين شغل رائع فعلا. أيوة فعلا. يعني حقق للمرأة فعلا. المعيلة حاجات انا كنت بحلم بيها طول عمري. بجد متشكرين لحضرتك جدا والله. ربنا يخليك يا فندم. الف شكر لحضرتك. الله يجمعنا دايما في الطاعات وفي خدمه الناس يا رب. ان شاء الله. يا رب. يا رب. كل سنه وحضرتك طيبه ونورتينا. بنشكر حضرتك. استاذه رضا، ايه هو الشيء اللي بتحلمي بيه في لجنه الطلائع؟ لا، هي لجنه الطلائع خلال السنتين اللي فاتوا دول عملت حاجات كتير. الربي. احنا كان هدفنا تدريب وتثقيف ومعسكرات ومسابقات. احنا عندنا 2 شعراء جامدين جدا من الاطفال. عندي احمد ان شاء الله هيبقى هيقول الشعر قدام فخامه رئيس الجمهوريه قريب. عندي ساجد، وساجد ده شاعر جميل قوي. كان في مسرحيه ابي فوق الشجره هو اللي كان بيختمها بشعره. عندي 4 هايلين صوت اصواتهم تحفه. نفسي ان شاء الله كده تعملنا برنامج واقدم لك كل الطلائع ولادي. الله. ان شاء الله. عندي بسمله، وعندي روان، وعندي احمد، وعندي نور من بني سويف صوته جميل جدا. عندي 2 رياضيين اطفال، عندي عمر عمرو وعندي حسين دسوقي، واخدين الحزام الاسود. احنا بندعم الولاد دي كلها، حتى دعمنا روان، دعمنا بسمله وستيفن. ستيفن ده صوته حلو قوي كمان. وديناه للملحن الكبير فاروق سلامه وعمل لهم اجتياز اصوات. ولادي كمان نزلوا الشارع، ادمجناهم في المجتمع. نزلوا كانوا في عيد الشرطه بينزلوا وبيهنوا فعلا. دار في الايام الايتام في عيد يوم اليتيم عملنا كذا حفله في شارع المعز، وولادي اللي احيوها الحفلات. ولادي حاجه جميله قوي، عملنا لهم ندوات. يعني كنا بنسال هنعمل ايه؟ كانوا ندوات ولادي يقول ايه؟ عايزين يسمعوني، اهلي عايزين يسمعوني. فعملنا لهم ندوه بعنوان اسمعوني بقياده الدكتور محمود الديب، وعملنا لهم ندوه بعنوان انا كبرت. وكنا كل دول بنجيب اهاليهم يسمعوهم ويعرفوا مشاكلهم. وبعدين بنحلم بايه؟ عملنا لهم ندوه برضو بنحلم بايه؟ لا، الكتله السنتين اللي فاتت عملت حاجات حلوه قوي. كان حلمي بقى من احلامي انا وهم ان احنا نعمل برلمان الطفل او برلمان الطلائع. هنعمله ان شاء الله. ان شاء الله. اول شاء الله. مره احنا من اسبوعين عملنا الزوم ميتنج، وكان اول اجتماع، وكانت ماما ميسه قاعده معاهم وكانت كل اهداف البرلمان واختصاصاته وكل حاجه. فكان دي من احلامنا يعني. ومين اللي نفذ الزوم؟ اللي نفذ الزوم زينه بنتي. معانا اتصال. معلش، معانا اتصال، بنقطع حضرتك كتير. استاذ ايمن عبيد النائب التنفيذي لرئيس الكتله. ابني حبيبي. اهلا وسهلا. ابني الغالي. ظهري. أيمن. ظهري وسندي ده. يا ايمن، انا النائب الاول يا ايمن. النائب التنفيذي فينه؟
مساء الخير استاذ ايمن. عايزه اقول لك يا امل قبل ما يقول الو، عايزه اقول لك ده اسمه مرمطون الكتله. والله 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 عارفه انتوا يعني عاملين في عمال جامده قوي. لا هو انسان نشيط وكويس. ايوه جدا. سيبك من نشيط وسيبك من كل حاجه، بصراحة. عنده احساس بالناس، عنده احساس بالغير. سامع يا ايمن؟ يعني عايز يعمل اي حاجه عشان ينجح الكتله. ايوه لا هو يعني انسان بمعنى الكلمه يعني. هو والاستاذ علي اسماعيل الحقيقه برضو نائب صح. رئيس الكتله من انشط الناس عندي. أيوة بس ايمن ده له وضع خاص بصراحه. ايوه ايمن. استاذ ايمن كل سنه حضرتك طيب. عامله ايه؟ الحمد لله. كل سنه وحضرتكم طيبين. وحضرتك طيب. وزارة البرنامج وقناه الصحه والجمال والقائمين عليها كلهم. والنائب الاولي يا ايمن. الو؟ ايوه سامعينك. ايوه سامعين حضرتك. الو؟ الو احنا سامعين حضرتك. الو؟ ايوه يا استاذ ايمن. استاذ ايمن. استاذ ايمن تقريبا الخط الخط قطع تقريبا. هو بيزيد عليك الكلمتين الحلوين دول. الو. اه والله ربنا يحميك. لا لا بيسالوك. اه خش على رضا. احنا كده خلاص الاتصال خلاص اكيد هيتصل تاني. اه طيب ماشي معانا لسه استاذ ايمن. لا خش على رضا خلاص. استاذه رضا ايه اهم المبادرات الصحيه؟ لا بصي في ولادي احنا اما نزلناهم الشارع كان يعني عملوا مبادرات حلوه قوي. اشتركنا مع مبادرات مع الكتله، مبادره بهيه سرطان ثدي مع اللالخ الثاني البنات، مستشفى بوريش وسرطان الاطفال 57 357. بصراحه في رمضان كانوا بينزلوا ويعملوا اطعام الطعام وهم بنفسهم وينزلوا في الشارع. لا اولادنا اندمجوا في المجتمع بصوره رائعه حقيقه، وكمان الندوات اثقلتهم وخلتهم عندهم الجراه. اما بقى احلامهم فانا قلت لهم يا اولاد انا جايه النهارده في برنامج احلامكم ايه؟ لان احلامكم هي اللي هتتنفذ. اولا احلامهم هم احلامهم بسيطه جدا، عايزين عندهم مواهب اكبر من سنهم، ودي قالها لي محمد العدوي، قال احنا عندنا مواهب اكبر من سننا. ايمن عجيب. ايوه استاذ ايمن. خير يا فندم. مساء النور استاذ ايمن، ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه يا امل هانم. يعني انا مش انا عايزه اسميك حاجه دينامو الكتله. فعلا والله. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. دي حقيقه يعني. ربنا يخليك يا امل هانم، كل سنه وحضرتك طيبه واسره البرنامج مثل جمال وقناه الصحه والجمال دايما رقم واحد في مصر. ربنا يخلي حضرتك. طيب احنا عايزين نعرف من حضرتك رؤيه حضرتك للكتله في 2021. ان شاء الله باذن الله احنا نتمنى في العام الجديد ان ربنا يزيح الغمه ويقبل عننا كورونا يا رب. وان شاء الله باذن الله كل جديد باذن الله هنعمله في 2021 بتعليمات معالي النائبه ميسة عضوة، وهو الدعم ونقف جنب كل المحتاجين ونعمل في عمل الخير والاعمال التطوعيه والمشاركه المجتمعيه ومسانده الدوله في كل المبادرات السيد الرئيس. ويعني الحمد لله يعني احنا ماشيين في كل الكلام ده، بس احنا باذن الله هنبقى بشكل اكبر باذن الله باذن الله. واحنا انا عايزه اشكر معالي النائبه ان هي مخلياني معاها في كل اعمال الخير دي، وبتعلم منها حاجات كتير جدا جدا جدا. واحنا بنشكر حضرتك على تعبك كله. أمل هان. الف شكر لحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه يا أمل هان، ربنا يخليك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيبه يا ايمن. ايوه ماما. انا عايزه في نهايه 2020 اقول لك انت ابني بجد. ربنا يخليك يا ماما. ربنا يحميك يا حبيبي. ربنا يحميك كرينا. ونفرح بيك قريب يا ابني يا رب ان شاء الله. ربنا يخليك يا في 21 ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ماشي يا فندم ماشي يا فندم. اتفضلي حضرتك. ماما ميسة ليه شعارك دايما الحكايه حكايه وطن؟ هقول لك ليه شعاري. سؤال حلو على فكره قوي. ايوه انت دايما لان ناس كتير يعني. بيقولوا لي ليه بتقولي الحكايه حكايه أيوة. وطن؟ أيام الإخوان لما مسكت الحكم أنا كنت على طول بنتقدهم وعلى طول يعني عاملة مشاكل، كنت مشاغبة شوية. لما جه سيادة الرئيس من قبل ما يمسك الحكم
وانا عارفه ان انت زيي واكتر. انا عارفه ده انا اتكسرت عربيتي مرتين ثلاث مرات مره وانا جواها. المهم لما جه الريس ولقوني يعني بهلل وطبل وزمر، فكان كل يقول لي انت بتطبلي للريس. قلت لهم اسفه، احنا بنطبل. قلت لهم اسفه، اصل الريس ما بيحبش حد يطبل له. الريس ما بيحبش حد، الريس بيحب الشغال. ايوه. فقلت لهم يا جماعه انا يعني مش قصه تطبيل لحد، انا الحكايه معايا حكايه وطن. أيوة. فمن يومها وانا ما بقولش غير الكلمه دي. وانا مسميه الرئيس لما بيجي سيرته بقول المنقذ. المنقذ اصل هو الوطن، هو انقذنا، هو وطن سكننا فيه فعلا. عشان كده احنا اطلقنا عليها في الكتله ام المصريين. رب، بس احنا عندنا الوقت ام مصريين واحده. ماشي، نمبر 1 ونمبر 2. ده رسمي في كارنيه. انتوا حرين. دكتوره صبور. والله ربنا يحميها. اتفضلي. ايه الشعور اللي حضرتك حسيتي بيه بعد ترك سكرتاريه المراه؟ بصي، عايزه اقول لك طبعا زعلت، لان انا كان ارتباطي بسكرتاريه المراه الثلاث سنين اللي اشتغلت فيهم كان ارتباط وثيق. وعملنا برضو مبادرات حلوة قوي قوي قوي، عملنا دعم المرأة، عملنا تمكين المرأة، ولفينا كل محافظات مصر. ولكن أنا مش من النوع اللي بستسلم للفشل أو إن أنا يعني خلاص هنتهي النهاردة. ودعمني في ده بصراحة وخلاني وقفت تاني على رجلي ربنا يحميه الأستاذ جبالي المراغي، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر. يعني انا لما 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 نويت على الكتله هو دعمني ووقف جنبي وسندني. بنحييه كل سنه وحضرته النائب يا رب يحفظه يا رب ويخلي له ولاده. وقف جنبي يعني ما تخلاش عني ودعمني. وانا لغايه النهارده امنت المراه منظمه العمل العربيه بفضل الله ووقفته جنبي الراجل ده. ايه اكتر حاجه فرحتك في الكتله وايه اكتر حاجه زعلتك؟ بصي، اكتر حاجه فرحتني في الكتله روح الناس دي. أيوة. و و وصفاء نيتهم وروحهم الطيبه. اكتر حاجه زعلتني او يعني مزعلاني ان انا احس ان في يوم قصرنا في حاجه عشان خاطر ما قدرناش نساعد حد. غير كده ما فيش، الحمد لله. من اين بتستمد الكتله دعمها؟ تصدقي وتامني بالله انا بقعد اسال نفسي السؤال ده، احنا بنعمل العمايل دي كلها ازاي؟ هو حضرتك لما بتقولي على حاجه عايزين نعمل كذا بقول هو يعني ماما متوقعه ان ده هيتعمل؟ بلاقيت عمل. احنا مش بلاقيت عمل على طول. انا بستاذن حضرتك، بس عايزين اجابه على السؤال ده. ايوه، احنا اولا مش جهه رسميه، ولا احنا يعني انا رئيسه جمعيه، انا رئيسة جمعية، بس الكتلة شغالة بعيد عن الجمعية. احنا في جروب كده بنعلن احنا بكرة رايحين مستشفى كذا، هنعمل ايه يا جماعة؟ الاقي مثلا يتقعصوا في الرد شوية او نايمين مقايلين، اقوم انا حطلهم المبالغ اللي عليهم في الجروب ويلا حد ينزل يشتري طلبات المستشفى دي ونروح نعمل كذا والكلام ده كله. يعني ايه فاصل ولا ايه؟ انا مش عارف. فاصل ونرجع لكم تاني. Thank you.
رجعنا لكم تاني. عايزه بقى اعرف ايه الصعوبات اللي قابلتوها يعني في الكتله؟ بصي، هو الحمد لله يا رب، الحمد لله بروح الناس دي وجمال قلبهم ده، روح الناس الحلوه دي واحنا بنشتغل مخليه ما فيش صعوبات. ولكن في صعوبه قابلتنا شويه في البدايه لما ابتدى اسم الكتله يكبر ويتعرف مين كتله ستات وشباب قد التحدي، بقى في ناس مغرضه تخش تروح في اتجاه تاني للامن وتقول لهم دول اخوان وخدوا بالكم، والاقي تليفونات شغال. إيه والله انت كل خير بتعمليه. فبصراحه يعني الامن اول ما يعرف ان الكتله دي يعني ميسة عطوه، لا خلاص يا جماعه دي مش اخوان، ده عدو الاخوان. والله ده عدو الاخوان. احنا معانا حسام عدو الاخوان. كلنا حقيقي عدو. والله معانا اتصال. اتفضل. ايوه الو. استاذه ليلى عبد الهادي. لا رضا عبد الهادي. استاذ رضا عبد الهادي. ايوه اهلا وسهلا استاذه رضا عبد الهادي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه بالف خير. انا بمسي على اعظم كتله ستات وشباب قد التحدي بقياده اعظم ام في الدنيا حبيبتي نائبه ميسة عطوة. ربنا يخليك. وكل سنه وهي طيبه ودايما نبع الحنان والعطاء لينا كلنا. حبيبتي يا رضا. عايزه ثانيه يا رضا. يا رضا نشاط وعلمينا ازاي نحب الشغل. يا رضا صح. نعم يا ماما. اسمعي اسمعي بس الاول الكلمتين الحلوين اللي هقولهم في حقك. هي ماما مدلعانا كلنا. رضا 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 عبد الهادي. رضا عبد الهادي دي ست عظيمه عظيمه عظيمه. من ساعة ما دخلت الكتلة وهي عاملة ملف صحي رائع جدا، جابت سيدات دربتهم واشتغلت على تنمية مهارات المرأة ويعني حاجات في الإسعافات، وهي هتحكي لكم الحاجات اللي عملتها ونفذتها. حقيقي حسستني إن أنا عملت حاجة كبيرة قوي باللي هي قامت بيه ده. قولي بقى يا رضا، اتكلمي عن التدريب اللي أنت عملتيه. والله بقيادة حضرتك. ربنا يخليك. تحت قيادة حضرتك وحضرتك انت اللي بفضل الله ثم بفضل حضرتك والله. الله يخليك. يعني احنا عملنا 100 مليون صحة لما اشتركنا مع 100 مليون صحة، عملنا أكثر من محافظة بفضل الله وطبعا بفضل ماما ميسة، وعملنا ندوات توعية عن العنف ضد المرأة، وعملنا بمساعدة طبعا المجتمع المدني عملنا عمل تثقيف لبعض الاطباء والتمريض في المستشفيات عن كيفيه التعامل مع النساء مقدمي الخدمه الطبيه، خصوصا في الجائحه دي اللي احنا فيها. اتفضلي يا حبيبتي. شكرا لاتصالك. كل سنه حضرتك طيبه. الاستاذ مصطفى يوسف الفنان الكبير الجميل المطرب الرائع هيغني لنا اغنيه جميله زيه بالظبط. الله يخليك. شكرا جدا وانا سعيد جدا ب وعرف حضرتك ايه في الكتله علشان هنختم بيها بقى حلقتنا. طبعا انا شرف كبير ليا ان انا ابقى المستشار رئيس الكتله للشباب. الله. وطبعا ده كان انا بقى لي مثلا سنه مثلا تقريبا منور الكتله. منور الكتله كلها. اشكرك. وفي وقت بسيط جدا سبحان الله يعني شفنا حاجات الكتله بتعمل حاجات زي دولة مصغرة جوه دولة ما شاء الله. فعلا دي حقيقة يعني. مع 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 لا داعمة الدولة. طبعا. دولة مش دولة. أنا داعمة بس أنا مع تحركات الكتلة كلها بحس إن الدولة بتتحرك. أيوه فعلا بتتحرك مع الدولة بصراحة. أيوه دي حقيقة. كل اللجان لو حضرتك شفتي وعديت اللجان هتلاقيها إن ما شاء الله اقتصاد الدولة حضرتك بتقومي بيها والساده الافاضل اللي موجودين مع حضرتك دي حاجه دعم كبير جدا. ربنا يحميك يا حبيبي. مع قله في مايك ايوه. احنا لسه ما بدناش سنه جديده ولا لسه؟ بدا والله احنا كده بدأنا ناقص لنا ايه؟ لسه بدات. اتفضل حبيبك. دي اغنيه الكتله. كل سنه والشعب المصري كله بالف خير وبسعاده، وربنا يبعد عننا الوباء والبلاء ويشفي كل اصحابنا واصدقائنا ويشفي كل مريض.
كل سنة والشعب المصري كله طيب ورئيسنا طيب. النهاردة الساعة 12 عايزة أقول لبنتي البكرية كل بنتي سنة وهي طيبة. بنتي سماح الدكتورة كل سنة وانتي طيبة. كل سنة وهي بخير. كل سنة وانتي طيبة يا سموحة. وعقبال 100 سنة. عقبال 100 سنة. وعايزة أقول للدكتور رامي محسن كل سنة وانت طيب يا رب ويحفظك لبلدنا الغالية مصر. عيد ميلادها يا ست كل. كل سنة وهي طيبة. وانتي طيبة. يا نور جديد في يوم سعيد. ده عيد ميلادك أحلى عيد يا نور جديد في يوم سعيد ده عيد ميلادك أحلى عيد طبعا دي اهداء لي سمح بنتي الله